معنا صديقنا ضياء بن حسين. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك. صباح صحه بخير. الحمد لله. لاباس انت؟ عندي هوني ماجور دو بروموسيون مكتوبه بالغرا. معناتها انت يا اخي قاعد لهنا فخر المؤسس. فاهم معناتها الميسيون اليوم. باش نحكيو على الباركور نتاعك وكذا من بعد هذاك. خليهم بعد باش ياخذوا معناتها يسمعوا الناس الكل وكذا. سينو كيفاش كان الجو في الياشو؟ الابروش نتاعك كيفاش كانت؟ شنو هي الحاجه اللي لقيتها؟ شنو هي الحاجه اللي تصورتها؟ قولوا احنا وكانت متوفره. شنو الجو العام؟ بالنسبه لها شو كفورماسيون معناها اني راهو انجينيور الكتروميكانيك اورينتي مانجمنت كفورماسيون معناها ما كانتش اونيكمون تكنيك مي كانت انريشي بار لي فورماسيون تو سكي مانجمنت. تعرف انه اليوم مانجمنت مهم ياسر لي انجينيور زيد لاسبي تاع لونتربرونيا. اليوم parmi les objectifs نتاع لها شو انها تخرج دي ستوديون انتربرونور اللي هما كابابل باش يجيري ويحلوا دي بروجي نتاعهم. زيد كيف كيف لوفرتور على لي manage d'autres qui m'a l'IoT, qui m'a la robotique et tout ce qui est en relation avec l'industrie 4.0 ou digitalisation. Kif kif qui marque tout à voir l'aéronautique ou les ken hadath hada. Ma khlatch alayh ent. Ah, hadart. Oui, معهم انا نعرف شنو قاعد يصير في الاسبيتا ما يخليونيش الاسبيتا ديما يتبعوا فينا. اه واضح. بي اللي هو كان حدث هذا تشريف بالرسمي لتونس لابروش لياشو. لياشو هي سيت اوبورتونيتي. J'étais félicité parmi les 10 premiers dans le parcours de l'électrique mécanique. Puisque Zeda Lena y entre l'aspect de la vie associative, كانت معنا وقت اللي هاشو اسبيتا بارتنير وقتها في ايفينمون كبير تكنولوجي وقتها دعمونا وكل شيء. يا اخي حلت لي لوبورتونيتي هذيك وقت اللي مشيت لهم معناها قالوا لي راهو فما كذا كذا فما البورس ديكسيلونس وكل شيء ومشيت قريت في اللي هاشو اسبيتا وكانت بالرسمي اوبورتونيتي كبيره اللي حلت لي برشا بيبان وميم حتى في ليتابليسمون نزيد على كلامهم في الاسبي انتربرونيا فما لي انكوباتور دو ستارت اب ولي بروغرام اللي يعملوهم وحتى لي اكتيفيتي اللي كنا لا نعملوا فيهم وننظموا فيهم كيما غدوه ان شاء الله باش يكون فما الجي بي او. هذا هو معناه وبالرسمي جو سوي فيغ لاني ننتمي لها شو اسبيتال. باهي يا سيدي ومرحبا بك يا سيدي وان شاء الله كل شيء بالبركه على التخرج وعلى العمل.